يسأل أخونا أيضا فيقول: بعض الناس يعتقدون أن أرباب القبور يسمعون دعاءهم ويكشفون عنهم الضر ويسمعون لهم النذر ويذبحون لهم ويكتبون في المساجد عبارات معينة مثل يا فلان ويا فلان، علما بأن أولئك يصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان ويقرؤون القرآن، فما حكم الزواج منهم وما حكم أكل ذبائحهم؟ وإن ماتوا هل نصلي عليهم أم لا؟ وجهونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. هو يقول يدعون القبور؟ نعم. هؤلاء الذين ذكرهم السائل أنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله عز وجل ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتقربون إليهم كعادة القبوريين، هؤلاء مشركون، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون فإن أعمالهم باطلة، صلاتهم غير صحيحة وحجهم غير صحيح، لأنهم مشركون والمشرك لا يقبل منه عمل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأعمال إنما تقبل مع صحة العقيدة وسلامة العقيدة من الشرك الأكبر، وهذا الذي ذكره السائل عن هؤلاء شرك أكبر، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى منه. فإن لم يتوبوا واستمروا عليه فإنه لا يجوز التزوج من نسائهم المشركات، ولا يجوز لا تجوز الصلاة على جنائزهم ولا دفنهم مع أموات المسلمين، لأنهم مشركون إذا ماتوا على هذه العقيدة والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن لا يصح الزواج من مشركاتهم ولا الأكل من ذبائحهم ولا يصلى عليهم شخصانا؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالتي تدعو القبور وتنذر للأموات وتذبح للأموات هذه امرأة مشركة، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وكذلك ذبائحهم لا تحل لأنها ميتة. الله جل وعلا إنما أباح ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب فقط، أما ذبائح الوثنيين وسائر الكفرة فإنها حرام. نعم.